هو مصدر، زيديني أكثر لكي بالنور أظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو 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 يعلو جناحي إذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد إن شاء الله. موضوعنا هو الجامعة. توصلت مجموعة من الأسئلة، تخوفات من طرف تلاميذ غادي يلتحقوا بالجامعة السنة الأولى في الجامعة ديالهم. نبغي نقول لكم أن هذا الفيديو إن شاء الله غادي يوضح لكم مجموعة من الأمور، وغادي يبعد عليكم مجموعة من المخاوف اللي كنا كنعانيو بها حنا الأولين قبل منكم، وعطيكم معلومات توضيحية كدير الدراسة في الجامعة، طريقة كيفاش تقرا، طريقة كيفاش خاصك تعامل مع لي بروف، لي موديول، أسماء جديدة عليكم، بروغرام جديد عليكم، أشياء جديدة غتعرفوا عليها وغتولفوا وتولي شي حاجة عادية بالنسبة ليكم. كيولي اللي كيدرسك سميتو بروف، وانت كتولي طالب ماشي تلميذ. بالنسبه للماده اللي كتقراها كتولي سميتها موديول. بالنسبه للدوره الاولى او الدوره الثانيه كتولي سيمستر الاول سيمستر الثاني، غير اسماء تبدلت هنايا فقط. بالنسبه للدراسه ديالك كتولي تقرا في لونفي. لونفي واحد المكان كبير بزاف، كي تاسع تقريبا 200 واحد على حسب الجامعه اللي كتقرا فيها. بالنسبه لفاكولتي اف اس تي تقريبا 200 واحد ولا 200 وشي حاجه ولا 300 كاع، يعني يولي عدد هائم من التلاميذ. يعني ما تسناش ان البروف ديالك يولي يضرب واحد واحد ويعرف سميتك ولا يعرف حياتك، لا، كتولي مسؤول على نفسك. يمكن لك تبرز نفسك عن طريق دراستك، عن طريق حوارك مع استاذ، اجاباتك في الفلونفي. كما ان كل ماده يعني كل موديول عنده تي دي و تي بي. بالنسبه للتي دي هو ترافو ديريجي، يعني تمارين متعلقه بالكور، اي او تي بي ترافو براتيك، يعني كدير التطبيقي اللي ما درستو في الكور اللي دار في لونفي من طرف بروف ديالك. بالنسبه للتي دي يقدر يديروا لك بروف ديالك اللي كيخرجك في الكور، قدر تصادف استاذ اخر. كما ان لي تي دي كيتقسموا، كيكون في عدد قليل من التلاميذ، ممكن دير ترافو ديريجي في 200 واحد، لا كيكونوا اقسام ديك الساعه. تما كتحس براسك بحال رجعتي للمدرسه في تي دي، بحال كتقرا راسك بحال رجعتي للمدرسه، وكتكون تقريبا كل قسم كيهز 42 واحد ولا 40 واحد بحال اقسام ديال المقسم. كيوليو تقريبا كيقسموكم لاربعه الاقسام، تقدر جوج اقسام يعني تي دي 1 تي دي 2 يشدو بروف ديالك ديال الكور، تي دي 3 تي دي 4 ما يشدوش بروف ديال الكور مثلا. يعني انت وانت ولا قدر تديات بربعه يشدهم بخوف اخر، حيت ميمكنش البخوف ديالك يشد كور ويشد تي دي، ميمكنش الوقت ما يقدوش. بالنسبه للتي بي، تي بي غالبا ما كيكونش البخوف ديالك، كدير فيهم داكشي براتيك، وضروري ما تكون عندك طابليه بيضاء كيف ما كانت، مهم تكون طابليه ضروري، ميمكنش تدخل نهائيا الا ما كانت عندك طابليه. بالنسبة للتي بي الغياب ما خصوش يكون كاع، لا غيبتي الا في حالات مستعصية بزاف وانت وزهرك مع البروف، كتمشي عنده وكتطلبو على انك تدخل مع قسم اخر، حيت تي بي هو مقسم ربعة تي بيات، تي بي 1 2 3 4. بالنسبة لواحد السؤال جاني واحد الدرية قالت لي بان في لي فيستي كيفاش لوائح الانتظار كيفاش كيتقبلوا. كاينه لائحة، كاينه ليست برينسيبال، ليست برينسيبال مقبوله ليشان كتجيب وثائق ديالها وكلشي. بالنسبه لي فيست ديال المحمديه تقريبا ليست داتونت اللي كتوصل لها في شعبه بي سي جي، يعني بيولوجي شيمي اي جيولوجي، كتوصل ليست داتونت كاع الخامسه اما ميب وقيله الرابعه للخامسه حتى هي. ميب كتعمر كتر دغيا كتعمر مقارنه مع بي سي جي، حيت بي سي جي كتعتمد على الحفاظه والاغلبيه كتهرب من الحفاظه. اما بالنسبه للميب دغيا كتعمر حيت غالبا كيكون فيها الذكور بزاف، اما البي سي جي كتبقى فيها البنات بزاف. اختي شي واحد كيقول لي بان شنو اللي يحسن ميب ولا بي سي جي، هنا ما كيتعلقش الامر شكون اللي يحسن،
بجوجهم مزيانين، ولكن المشكل فانت واش قادر تحفظ، واش عندك مع العلوم، واش عندك مع الشيمي، واش عندك مع الجيولوجيا، واش كتلقى راسك في هذاك المجال كتخدم فيه مزيان، غدير بي سي جي. اما ميب مات لانفورماتيك وفيزيك، عندك مع المات، عندك مع لانفورماتيك، عندك مع الفيزيك، غدير ميب. هادشي كيتعلق بك انت، كيتعلقش شكون اللي حسن. بالنسبه للافاق انا كنلاحظ بان الافاق ديال بي سي جي اكثر من الافاق ديال ميب. بالنسبه لميب كدير الهندسه ولا التعليم، قلت بان ميب الافاق ديالو هو التعليم والهندسه، وكذلك اللي بغيت تكمل الدكتوراه دير لي ريغيرش. اما بالنسبه للبي سي جي ممكن لك تقرا عامين ودير تقرا عامين ودير فارماسي، دوز كونكور ديال فارماسي اللي كيكون بصراحه الامكانيه انك تنجح فيه شويه قاصحه وشويه صعيبه، خاصك تخدم فيها مزيان. اللي بغى من الدوك يدفع شي مدارس خاص الدوك يجيب مونسيون. مونسيون عندك في لافاك هي 12 فوق، في اي موديل كتقول مونسيون، ماشي هي 16 كما كنتي كتعرف في المدارس. دابا في الجامعه مونسيون هي 12، هتقول اه 12 سهله وهذه مونسيون، لا 12 في الجامعه ماشي شي حاجه اللي سهله، خاصك تكون تخدم مزيان وتسجل لي نوت اللي كاين عند البروف، حيت البروف كيكون عنده واحد الكور محدد واحد المده زمنيه قصيره اللي ما تكفيش. يعني انت خاصك تمشي للدار وتبحث وتزيد من عندك ودير تمارين وتخدم عليهم الا بغيتي تجيب مونسيون في داك دوك. كتقرا عام اخر، لقيتي عام اخر كتسمى ليسونس. ليسونس كتكون صعيبه شويه، كتكون قاصحه فيها خدم بزاف، وفي الاخر كدير واحد سوتنونس كي اونكادري فيها واحد بروف ديالك كيعطيك لا نوت. الا بغيتي دير تكمل يعني دير ماستر، كدوز واحد كونكور ديال ماستر، ماشي ضروري تكون غير فاكولتي ديالك، كدير اي فاكولتي بغيتي، تمشي رباط، تمشي كاين فاكولتي خاصه بالمجال ديالك بيولوجي ولا ميب، وكدوز الكونكور. كاين اللي فيه غير اكري، وقال كلشي فيه اكري واورال بجوج. يوفقك الله كدير ماستر كتقرا فيه عامين، ومن بعد عامين كدير واحد ثاني واحد الكونكور اخر بغيتي دير الدكتوراه. خليونا في العام الاول. بالنسبه للعام الاول الا جبتي كنا 12 فوق مونسيون، الا جبتي تحت 10 كتسمى غاتخاباج، الا جبتي تحت 5 كتسمى نوفاليدي. فسروا اي كل حاجه وشنو هي. تحت 5 نوفاليدي يعني غتعاود الموديل، غيتزاد لك عام تعاود هذاك الموديل اللي درتي فيه نوفاليدي. الا جبتي ما تحت 10 حتى 5 يعني غاتخاباج. غاتخاباج يعني غادير لكم الاستاذ واحد اليوم غتعاودوا امتحان وكان غيكون صعب من العادي، وفاليدي راك نجحتي.